الأجهزة المتنقلة، الأجهزة الذكية، والبرامج والشبكات الاجتماعية، والخدمات السحابية، وشبكات الاتصال المتطورة، وكم هائل من البيانات، والحاجة إلى خفض الكلفة التشغيلية للأعمال والمؤسسات. أنتجت معايير ومقاييس جديدة لتحديد التجهيزات المكتبية التي نحتاجها في العمل، ووضعت شروطاً مستجدة على مكونات مكان العمل العصرية والمستقبلية. وبنظرة سريعة على التحولات التي طرأت على مكان العمل خلال العقود الثلاث الماضية، مثل التحول من رسائل ورقية إلى رسائل البريد الإلكتروني، ومن هواتف مكتبية ثابتة إلى هواتف متنقلة ومحمولة، ومن آلات طباعة إلى أجهزة كمبيوتر محمولة وأجهزة ذكية، ومن موظف ومفكر تقليدي إلى موظف تحليلي ومبتكر، ومن متلقي خدمات يقبل بما يقدم له من أدوات خدمية تقليدية إلى متلقي خدمات يشترط أدوات خدمية عصرية. نجد أن العامل الرئيس وراء هذا التطور يعود إلى التطور التكنولوجي وكيف تم توظيفه في تقديم الخدمات وإنجاز الأعمال. وعليه فقد بات من المتوقع أن يكون العقد المقبل عقداً حافلاً بتغيير جذري يفوق حقبة الثورة الصناعية الأولى قبل قرابة 3 قرون، ثم تأتي الثورة التكنولوجية التي رسمت معالمها الاتصالات والإنترنت والتحول الرقمي والافتراضي، وبسببها فإن العالم أصبح يمر في ذروة تحول مبتكرة من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات عميقة في الحياة اليومية للناس، وكيف نعمل، وأين نعمل، والمكان الذي نعمل فيه. لقد تغيرت صورة نمط العمل وصورة الموظف في العالم خلال العقود الثلاث الماضية بدرجة كبيرة، وسوف يستمر في التغيير خلال العقود الثلاثة القادمة. ولكن يبقى السؤال، إلى أين سيغدو الموظف وكيف سيبدو مكتب العمل؟